السلام عليكم ورحمه الله وبركاته احنا النهارده هنعمل مع بعض فول بالطماطم وهنعمل كمان شكشوكه بطريقه سهله جدا وبسيطه والطعم طبعا هيبقى حلو قوي ان ما تنسوش بقى اللي ما في القناه يشترك في القناه عشان يوصله كل جديد اول حاجه بنجيب حوالي طماطمتين ونقطعهم من قطع صغيره وكمان بصلتين ونقطعهم من قطع صغيره معهم حوالي اه اربع فصوص ثوم متقطعين بجيب الطاسة وأحط فيها حوالي أربع معالق زيت وأنزل عليها بالبصل أنا بستخدمش زيت كتير وما بيفرقش خالص في الطعم يعني بيبقى حلو جدا بحط حوالي ربع معلقة ملح وكمان بحط حوالي ربع معلقة فلفل أسمر الفلفل الأسمر والملح بيطعموا البصل جامد جدا وبيخلي طعم الأكلة حلو قوي جربوه هيعجبكم جدا هبتدي بقى أقلب هسيب البصل على النار حوالي أربع دقايق اقل فيه كل شويه يعني عايزاه يقرب من لون الصفار بس ما يبقاش اصفر يعني ادبله شويه اخليه يدبل شويه خلاص دلوقتي هنزل بالطماطم واقلب شوية اقلب بقى يعني كل شويه اقلب وابتدي دلوقتي بقى احط التوابل بتاعتي ملح كمون فلفل اسمر التوابل المناسبه ليا بس انا ما بستخدمش غير ملح وكمون وفلفل اسمر في, في الشكشوكه هي دلوقتي هبتدي اطق البيض بتاعي اطقشه يعني انا هستخدم للكميه بتاعتي دي حوالي اربع بيضات لو انا عدد الاسره عندي اكبر هزود البيض وبالتالي هزود برضو الطماطم والبصل ابتدي دلوقتي اضرب البيض خلاص كده هاخد البيض واروح اشوف الطماطم اهي الطماطم خلاص وصلت للي انا عايزاه اتسبكت اهي بس من... آخر يعني. آه ما اتسبكتش على الاخر يعني ما سبكهاش على الاخر هبتدي بقى اقلب الطماطم مع البيض العمليه دي متاخدش معايا دقيقه ما عن كده علشان البيض ما ينشفش ويبقى طعمه وحش انما كده هتلاقي البيض طعمه حلو قوي وطري وجميل انا كده خلاص خلصت هطفي عليها دلوقتي نعمل الفول بقى عندي علبه فول اهي حوالي طماطميتين حوالي خمس فصوص ثوم متقطعين الفول بقى اللي انا بستخدمه انا عاملاه انا شارياه هحط الطاسه على النار واحط فيها حوالي اربع معالق زيت او خمسه وانزل بال بالثوم اخليه يصفر بس وبعد كده انزل عليها بالطماطم واحط بقى البهارات بتاعتي اللي انا بحبها بس لازم احط طبعا ملح وكمون وفلفل اسمر عندي الفول اهو انا هرسته هنزل بيه بقى هو انا خلاص لما الطماطم اه اتسبكت يعني الفول كده خلاص ما بياخدش برضو غير دقيقه واحده هقلبه شويه وخلاص اه هطفى عليه يعني ما بياخدش وقت خالص على النار هي اهم حاجه الطماطم تتعمل كويس خلاص اهو شايفين الفول طعمه شكله حلو قوي وطعمه طبعا هيبقى حلو والشكشوكه جميله جدا, جدا جدا جربوها تعجبكم بالطريقه دي الاكله دي خفيفه مش تقيله وطعمها حلو قوي إيه وان شاء الله يعني تكون عجبتكم الوصفه بتاعتي واقابلكم باذن الله في وصفات تانية اجمل واحسن وما تنسوش بقى اللي مشتركش في القناه يشترك واشوفكم على خير